هو تفاعلا مع الصور اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بزيارة ميدانية نهار 30 مع الصباح للحديقة، قمنا بمعاينة صحبة 6 أباترة بياترة تابعين لبلدية تونس، قمنا بزيارات حسب التفقد الأول اللي قمناه، كنا مرفقين كيف في إدارات البلدية وبالتفقدية العامة للبلدية، قمنا بزيارة الحقيقة معناها شفنا كمتفرجين يعني شفنا ان الحاله صحيه للحيوانات كانت باهيه وكيف كيف ريحه شهادات البياسره اللي تابعين لبلديه تونس، ومع هذه كما قمنا كيف بالتفقد للمؤونه اللازمه للحيوانات وفي تعليق الحيوانات والملكة اليوميه وكيفاش تسيب وكيفاش الخزن نتاعهم، مع هذه حبينا تكون عنا عين خارجية تدعينا هيئة الأطباء البياترة وكانوا يرافقونا اليوم صحبة عديد الأطباء الأخرين وقاموا معنا بالمعاينة للإطمئنان على صحة الحيوانات اللي نعتبروها ثروة مش فقط هي تبع بلدية تونس، فهي ثروة وطنية لتونس الكل ويهمنا اليوم أنه نوليوها الاهتمام الكامل. وأكدنا على المجموعة أنه في تقريرهم إذا كان ثم أي نقائص ولا إذا كان ثم أي إهمال من قبل مديري الحديقة والناس اللي لها الحديقة فأحنا موجودين في هذه الخلالات. الحمد لله يا ربي الزيارة كان رفقنا فيها مجتمع مدني ورفقنا فيها كما قلت عدد الأطباء المختصين في علوم الحيوانات بمختلف أنواعهم، والحمد لله وأنه الوضعية كانت ربما عادية وممكن الصور ساعات تتاخذ في حيوان راقد إلى في حيوان مثلا كما نقولوا مش في بوزيسيون اللي هي العادية وإلى ربما نظرة انتباعية حول الحالة الصحية للحيوانات. احنا اليوم جينا بتقارير علمية من قبل ناس مختصة في صحة الحيوانات. فيما يخص توسيع الحديقة وهنا يحب نأكد أنها حديقة وليست محمية لأنه بعض الانتقادات وأنه بعض الحيوانات محدودة في المختصة، نحب نأكد راهي ما هيش محمية باش تكون حيوانات سايبة في الطبيعة، ولكن حرصا لنا على توسيع الفضائيات الخاصة بالحيوانات على إكسبونشن من 800 مليون. انطلقة الأشغال إن شاء الله تكون شيء جاهزة في شهر مارس 2021 اللي هي فضائيات السيودة والمورة اللي بتكون كيف كيف فضاء استراحة للزوار باش يكونوا إن شاء الله انطلقة أشغالهم باش يكونوا جاهزين في أقرب الأوقات، وهذه تفاعلا كيف كيف مع بعض الانتقادات اللي تستنى حول منها كيف شبيه الحيوانات وإلى حول الاقتصادات اللي هي صغيرة. نأكدوا بالفعل عليها نأكدوا هذه بالفعل اللي بعض الفضائيات هي صغيرة على الحيوانات، ولكن هذه هي الإمكانيات اللي موجودة عنا نعملوا كل مرة على تقديم إضافة للحديقة.